مرحبا يا حلوين، اليوم بدنا نعمل انا وياكم مناقيش بزعتر. بدنا نعملها بطريقه كتير مختلفه، منقوش حجم عائلي. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله، اول شي عنا كوب حليب فاتر، منحط ملعقه طعم خميره، ملعقتين طعم سكر، خلطهم شوي مع بعض. هلأ بتركن 5 دقايق لتتفاعل الخميرة. بعد ال5 دقايق بس تفاعلت العجينة بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحط نص كوب زيت نباتي، هيدا الكوب اللي استعملته للحليب. نفس الكوب بستعمل لكل شيء، كمان ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، 3 معالق طعام لبن، زبادي ملعقة، 2، 3. بخلطهم شوي مع بعض. بنحط طحين، بسم الله، كوب، 2، ثلاثة ونص. حطينا 3 أكواب ونص طحين، نعجنهم مع بعض. انتهينا من عجن العجينة، هلأ بدنا نشيلها. هيدا الجاط بحط نقطة زيت خفيفة، بدهن الجاط، حطيت ملعقة طعام زيت نباتي، كمان بنحط العجينة. بسم الله، طريقتها كتير رائعة. هيدي العجينة صارت على فكرة اعتمدها بكل المعجنات ما عدا الخبز.
بعملها بهذه الطريقة. بسم الله. بعد ما غلفتها هلأ بتركها ساعة لتخمر. هيدي العجينة بعد ما خمرت معنا. هلأ بدنا نبلش بالمناقيش. بسم الله. عندي صينية عليها ورقة زبدة. بدنا نشيل قسمة من العجينة. النص رح اقسمها على النص للعجينة. بسم الله بهيدا الشكل. شو راح اعمل؟ راح اقبل شوي وارجع بحطها بالصينيه. مثل ما قلت لكم قبل هلا هيدي العجينه مش بحاجه نحط لها طحين كتير منيحه، والزيت اللي فيها ما بتلزق. جبت هيدا شوبك افضل، ما بعرف انتو شو بتسموه عندكم ببلادكم. بسم الله. هلا بس رقيتها رح احطها على الصينية. حاول ظبطها على هوا الصينية تجي. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. هلا بعد ما مديتها بالصينية بعملها بهيدا الشكل. هيدا الزعتر كمان بنحط زعتر. هلا بحطها بالفرن. بسم الله. هيدي المنقوشه بعد ما طلعت من الفرن اخذت بالفرن حوالي 5 دقائق. بعدها سخني بدنا نشوف بس كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي من الأسفل كمان طلعت من الأسفل. واو سخن كتير. أوبس. كمان هيدا الشكل. والعجينة اللي بقيت كمان عملتها نفس الشي منقوشة كبيرة. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.